سلام. لغز الرحلة 990. في 31 أكتوبر من عام 1999 تحطمت طائرة بوينغ من طراز 767 الرحلة 990 في المحيط الأطلسي بعد ساعة واحدة من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس متوجهة إلى مطار القاهرة الدولية. كان على متنها 217 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، وهم أحمد الحبشي قائد الطائرة ومساعد الطيار جميل البطوطي وعادل أنور ورؤوف محيدين. ويشير التقرير النهائي من قبل هيئة السلام الأمريكية أن مساعد الطيار جميل البطوطي، وبعد أن قام بفصل الطيار الآلي بعد توليه القيادة، تعمد إسقاط الطائرة والانتحار بسبب جملة قالها وسجلها الصندوق الأسود، وهي عبارة توكلت على الله.